الجزء يا جماعه بتاع الباور تاني كده في السريع. احنا قلنا اساس الرول بتاع الباور ان الباور هو ديريفاتيف الورك عامه. طب بص كده، الباور ايكوال دي باي دي تي للورك، ده الرول الاساسيه. نتج عنه زي ما قلنا من شويه ان الورك هو انتجريشن الباور من تي 1 لتي 2 انتجريشن الباور دي تي. يعني زي ما اتفقت برضو يا جماعه معاكم، لو اداني جراف باور تايم اعمل انتجريشن اريا اندر كيرف يدي لك الورك. طيب افرض انا عندي دلوقتي ان الورك الفورس بتاعتي، انت عارف طبعا ان الورك اف اف اس، فانا لو شلت الورك وكتبت اف دوت اس، ركز كده في اللي المستر هيقوله، لو الفورس كونستانت هتطلع بره، فتبقى دي اس باي دي تي. طبعا يا جماعه سبا ديريفاتيف الاس هي الفي، فنتج عنها الرول اللي احنا عارفينه ان الباور ايكوال اف في. ثانيه بس نشيل الام دي. الباور ايكوال الاف اللي طلعت بره في دي اس باي دي تي اللي هي في. امتى يا مستر نستخدم اف في؟ عشان الناس بتفتكر ان اف في ده عمال على بطال. اف في ده اساتذه لو الفورس بتاعتك كونستنت، اما لو الفورس فاريبل يبقى دي باي دي تي للورك بتاعك او اف دوت اس. طيب اليونتس بتاعتنا، انت عندك اف في، الاف ده نيوتن، الفي متر بير سكند، يعني نيوتن دوت متر بير سكند اللي هو بنقول عليها جول بير سكند. طب جول بير سكند دي يا مستر اللي هي مين بقى؟ اللي هي الوات. يبقى انت اول حاجه عندك للباور هو الوات يا مستر. بص هو هنا بيربط لك ذا ريليشن بتوين ذا يونتس اوف ميجرنج ورك في الاول. كيلو جرام دوت ويت دوت متر. في 9.8 ادتك نيوتن دوت متر اللي هو سميناها جول. بالمناسبه الجول هي وات دوت سكند. ما انت عندك مين هو الوات اساسا؟ هو جول بير سكند. طب لو السكند راحت بالمالتبلاي اللي هي وات دوت سكند تبقى هي الجول. طيب الكيلو وات هو عباره عن 1000 وات. طب تعالى كده بقى نقول اليونتس بتاعتنا احنا، سيبك من بتاعه الورك، انا عايز الباور يا مستر. الباور يا جماعه اول حاجه هي الوات اللي هي جول بير سكند، دي كده الوات. طيب عندي الكيلو وات 1000 وات. عندي بعد كده بقى الهورس. الهورس ده عباره عن 735 وات. او جت منين؟ 75 تايمز 9.8. يبقى عشان احول من هورس الوات بضرب في 735. من وات لهورس ديفايد 735. طيب تعالى كده اقرا معايا الكلام الجميل اللي جاي ده. مستر رنفين بيقول لحضرتك اقبل. طيب ثانيه واحده. ثانيه ندخل الناس دي. ماشي. بصوا بقى يا كباتن. هنا زي ما قلنا الورك هو انتجريشن الباور. If a force did work W during time interval delta T، عندي حاجه يا جماعه اسمها average power. لما يطلب منك الافريج باور قول له دلتا دبليو على دلتا تي، الورك على دلتا تايم او تشينج ان تايم تي 2 ماينس تي 1. اما بقى لو الريت اوف دوينج ورك كونستانت يعني يونيفورم، يبقى قانون الافريج باور هو قانون الباور نفسه. يبقى الباور ساعتها الدلتا ورك على دلتا تايم عادي خالص، ورك على تايم. ده لو ريت اوف دوينج ورك كونستانت. طيب يا مستر قلنا لو الفورس بتاعتي كونستانت يبقى الباور ايكوال اف في. While if the motion of the body is variable then the power is also variable and the power at a given instant f times the velocity at this instant. When a body moves with its maximum velocity. فالمفروض كده لما اضرب الاف تايمز maximum velocity بيديني الماكسيمم باور of the engine causing motion. And it's not necessary that the engine use all its power during the motion. بصوا يا جماعه لما اقول لك هات الباور اوف ذا ماشين،
انا عايز الباور بتاعت الماشين نفسها بكام. فانت ساعتها الباور ده هو الماكسيمم باور اللي هو اف في في. الفي دي لازم تبقى في ماكسيمم عشان تطلع لي الباور اوف ذا ماشين. يبقى الباور يا جماعه اوف ذا ماشين ايكوال اف في. زي ما اتفقنا لو انا ماشي بالماكسيمم فيلوسيتي سواء طالع على انكلاين مثلا، لو يا جماعه طالع ثانيه واحده، لو انت طالع او نازل او ماشي هوريزونتال، لو انا في الثلاث حالات الفيلوسيتي بتاعتي ماكسيمم فيلوسيتي بالنسبه لكل حاله بيبقى الباور ذا سيم، بيبقى الباور ثابت. يعني الباور هنا في الاولى قد الباور في الثانيه قد الباور في الثالثه، واحده منهم خلي بالك الفورس كبيره والفيلوسيتي صغيره، واحده ثانيه الفورس صغيره والفيلوسيتي كبيره، واحده ثالثه الاثنين وسط. ففي الثلاث حالات ما دام انت ماشي بالماكسيمم فيلوسيتي اللي عندك يبقى الباور ثابت في الكيسز كلها. The power used during motion smaller than or equal the maximum power اللي هو الانجن باور. يبقى اما يقول لك هات لي الانجن باور او الباور اوف ذا ماشين يبقى مستر اف في في ماكسيمم يا اساتذه. طيب ده كده كان يعتبر سمري يعني سريع لينا. تعالوا نبدا انا وانتوا بقى نحل مع بعض شويه اسئله. يعني نمشي مع بعض سؤال سؤال. في اسئله هتبقى سريعه شويه وفي اسئله هتاخد مننا وقت يا جماعه شويتين ثلاثه كده. فعايز الناس بقى على مهلها معايا، والسؤال اللي مش مفهوم وقفوني يا جماعه ونتكلم انا وانتوا مع بعض ما فيهاش اي مشكله. نبدا كده بقى ونسمي الله. نبدا اول سؤال. انا حاطط لك موديل مكون من 25 سؤال. السؤال الاول جاي بيقول لنا يا جماعة the rate of change in the velocity vector with respect to the time is called نقط. طب يا أساتذة ده سؤال عادي جدا. rate of change in velocity with respect to time يعني dv by dt أكيد هو الأكسلريشن. السؤال اللي بعد a car of mass 12 tons ascends a road inclines to the horizontal with an angle whose sign 1 على 100. يا جماعة عندي inclined plane، تعرفني بحب ارسم طبعا الاسئلة كلها عشان نشتغل. عندي inclined plane مايلة هنا بانجل ثيتا، هو اداني ان ساين الثيتا ب 1 على 100. طيب جميل جدا. اقدر ارسم لها تراينجل واجيب اللي انا عايزه. With maximum velocity which equal 54 كيلومتر بير اور. طالع بالماكسيمم فيلوستي 54 كيلومتر بير اور. If the car descends the same road يعني مره هيطلع ومره هينزل. With maximum velocity which equals ساعتها 90 كيلومتر بير اور then the power of the motor of the car equal نقط هورس given that the resistance is constant in the two cases. طيب نركز بقى كباتنا كده انا وانتوا مع بعض. هو كده كانه مديني مسالتين مش مساله واحده. مسألة وأنا طالع ومسألة وأنا نازل. وأنا طالع يا جماعة أنت دلوقتي الويت إحنا كلنا عارفين أدي الويت بيجي هنا W كوساين ثيتا وبيجي تحت W ساين ثيتا. اظبط رسمتك. هنا النورمال رياكشن R أو N، خليها N عشان الريزيستنس نخليها R. وهنا كده الفورس اللي أنت ماشي بيها. والناحية دي في ريزيستنس. فوأنا طالع طبعا هو قال لك ماشي بالماكسيمم فيلوستي يبقى اب ايكوال داون. فهنقدر نقول اف ايكوال ار بلس دبليو ساين ثيتا اب ايكوال داون او رايت ايكوال ليفت. ماكسيمم فيلوستي او يونيفورم موشن يبقى رايت ايكوال ليفت. اللي عايز يقول موشن ماينس انتي موشن ايكوال ام اي مفيش مشكله يا باشا اقولها، بس كده كده ماكسيمم فيلوستي هيخلي الاكسلريشن بزيرو فبرضه هتوصل في الاخر الايكويشن بتاعتي. يبقى ايكوال الار انا ما اعرفهاش ريزيستنس. طيب بلس دبليو ساين ثيتا. الدبليو الماس عندي 12 تونز، احنا مش بنستخدم التونز فالمفروض تبقى 12000 فبقت 12000 تايم ساين ثيتا
هو قايلها لي 1 اوفر 100. طب يا كابتن انت كده تقدر تقول لي يبقى مستر ار بلس، حد يحسب لي الكلام ده كده 120 كده انت جايبها لي كيلو جرام دوت ويت، انت ما ضربتش في 9.8. حلو. طب الفيلوستي عندي هو قال لي 54 كيلومتر بير اور، كلنا عارفين ان بنكونفرت من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند اضرب في 5 على 18، طلعت الفيلوستي بتاعتي 15 متر بير سكند. طب يا كابتن انا عندي كده انا عندي يا جماعه هنا كده، ندخل بس الناس دي ماشي، انا عندي الفورس وعندي الفي، اقدر اجيب الباور بتاعتي، الباور ايكوال اف في، فبقت ار بلس 120 تايمز في في اللي هي 50. ده يا شباب كده في حاله الاسندنج. طب ركز معايا عشان نغير بقى اللون، في حاله بقى الديسندنج اللي هو نزل. لو انت يا كابتن في حاله الديسندنج انا هنزل بقى، فساعتها يبقى الفورس لتحت والريزيستنس لفوق بدل ما نرسم تاني بقى، لكن الدبليو ساين ثيتا هتفضل لتحت، يبقى ساعتها اف بلس دبليو ساين ثيتا ايكوال ار، ماشي الدبليو ساين ثيتا فبقى اسمها اف، نسميها داش مثلا او اف 2 وثانيه دي اف 1 ايكوال ار ماينس دبليو ساين ثيتا. انا يا جماعه كده بدات حاله ان انا نازل لتحت، حاله الديسندنج. يلا نبدا انا وانت نحط ارقام، فبقت ايكوال ار ماينس الدبليو برضو هي هي 12000 في 1 على 100 اللي هي ساين ثيتا، فبرضو ار ماينس 120 كيلو جرام دوت ويت. كده برضو انت جبت يا باشا الاف داش. طب هات لي الفي داش، هو قال ماشي ب 90 كيلومتر بير اور، اضرب في 5 على 18 طلعت 25 متر بير سكند. طب يا كابتني مش احنا لسه طبعا هنجيب الباور الثاني برضو، الباور ايكوال اف في، فبقت 25 ملتبلاي ار ماينس 120. ركز كده معايا، ده كده الباور في حاله الاسندنج، وده كده الباور في حاله الديسندنج. طب المستر حبيبك قايل لك ان الباور كونستنت سواء اسندنج او ديسندنج، لسه قايل لنا من 5 دقايق ما دام ماكسيمم فيلوستي في كل حاله فيبقى في الحالتين يا مستر سيم باور، فانا جبت باور 1 وجبت باور 2 هساويهم ببعض يا جماعه. طبعا هوزع ال 15 على البراكت، هوزع ال 25 على البراكت من غير تضييع وقت، عملنا ده ايكوال ده، اشتغلنا جبنا الار ايكوال 480 كيلو جرام دوت ويت. طيب انت كده جبت مين؟ جبت الار. طب هات بقى الباور من اي واحده فيهم، حط الار هنا بقى في 480، احسب انت كده طلعتها لي يا باشا وات، اعمل ديفايد 75، انا كده مطلعها معلش كيلو جرام دوت ويت، اعملها ديفايد 75 تطلع الانسر 120 هورس. فكره المساله يا جماعه كمان مره، انا دلوقتي يا شباب عندي مره طالع ومره نازل، بس وانا طالع ماكسيم فيلوستي وانا نازل ماكسيم فيلوستي، هو الرقم مختلف بس في كلتا الحالتين ماكسيم فيلوستي. قمت جايب الباور في حاله ان انا طالع وجبت الباور في حاله ان انا نازل، سويت الاثنين باور ببعض، بعد ما سويت الاثنين باور ببعض طلعت فاليو الريزيستنس اللي هي الار. طب بعدها يا مستر هو عايز ايه؟ هو عايز الباور نفسه بكام؟ قمت راجع معوض في قانون الباور، حطيت الار، طبعا انا كل ده شغال كيلو جرام دوت ويت ما ضربتش في 9.8، لو انت كنت ضارب من الاول في 9.8 يبقى هتضرب هنا كمان تحت في 9.8 اللي هو تقسم على 735، لكن انا سايبها بالكيلو جرام دوت ويت، من كيلو جرام دوت ويت تحولها هورس يبقى ديفايد 75 بس من غير ال 9.8. طيب سؤال كمان، كويستشن 3 جاي بيقول لي if the two bodies، تعالوا كده نعمل معلش زوم عشان ده كده عمل زوم اوت بقى يا ادهم، تعالوا نعمل زوم يا جماعه كده عشان الاستاذ ادهم.
طيب اهو نحاول كده نكتب بخط صغير شويه. جاي بيقول لنا two bodies of masses m1 and m2، واداني طبعا ان ال m1 اكبر من m2، are connected together by a light string passing over a small pulley. حلو قوي. يعني يا جماعه ادي بولي، عندي two bodies، واحد m1 واحد m2، قال لي طبعا ان ال m1 اكبر من m2، فانت اتجاه الحركه هيبقى لتحت كده. حلو، هنا M1G، هنا M2G، هنا رايح على البولي، تنشن تنشن سيم تنشن، مش تنشن 1 وتنشن 2 عشان ده سيم سترينج. And the two bodies were at the same height from the ground surface after 1 second the vertical distance. يعني هو بقال لك في الاول كانوا هما الاثنين قصاد بعض. طيب بعدها يا مستر قام قال لك the vertical distance between the two bodies was 20 seconds. اللي هو يا جماعه after 1 second بعد ثانيه ده نزل وده طلع، الفيرتيكال ديستانس ما بينهم بقت 20 سنتيمتر. قال لي هات لي m1 ratio m2 equal نقط. طيب بسم الله يا جماعه قبل ما افكر في اي حاجه معلش انا هكتب قانون الاكسلريشن. نت فورس على توتال ماس، هنا نازل لتحت يبقى m1، طبعا التي هيكنسل التي، m1 minus m2، خدنا الجي كومن فاكتور، ادي كده النت فورس اوفر التوتال ماس m1 بلس m2. انت كده يا مستر كاتب قانون مين؟ انا كاتب يا جماعه قانون الاكسلريشن. يبقى انت لغايه هنا جبت الاكسلريشن m1 minus m2 على m1 بلس m2 g. طيب تاني حركه بقى، هو بيقول لحضرتك ان after 1 second ادي ذاك التايم، خلي بالك ان انت معاك الثلاث مقاطيع بتوعنا اللي احنا حافظينهم، v equal v node plus at، v square equal v node square plus 2as، بعدها s equal v node t plus half at squared، كل ده معانا. بس لو هتتكلم على body واحد فتعالى كده، ال vertical distance after 1 second كانت 20 سنتيمتر، احنا متعودين vertical distance نعملها divided 2 عشان اعرف كل body لوحده اتحرك قد ايه. ده معناه ان بادي 1 نزل 10 سنتيمتر، بادي 2 طلع 10 سنتيمتر. فانا هعمل ايه؟ همسك بادي واحد اشتغل اجيب منه الاكسلريشن. امسك اي بادي فيهم وقول لي اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكويرد. تعالى ننجز انا وانت مع بعض. الاس 10 سنتيمتر. بس خلي بالك انا ببص على اليونتس عشان لازم اظبط اليونتس كلها تبقى زي بعض، فخلي بالك على اللي هنعمله دلوقتي. الاس 10 سنتيمتر، الفي نود هو كده طبعا بادئ يعتبر فروم ريست يبقى زيرو، دي راح هاف اي تي سكويرد. طب انا يا كابتن دلوقتي الاس عندي 10 سنتيمتر اخليها 0.1 متر، عملتها ديفايد 100 عشان اطلع الاكسلريشن متر بير سكند سكوير، ايكوال الهاف نزلت الاكسلريشن محتاجها، التايم بتاعي 1 سكند. اعتقد اي بني ادم يا جماعه من هنا جاب لي الاكسلريشن خلاص، ال1 ملهاش لازمه، مشي الهاف بالديفايد طلعت الاكسلريشن 0.2 متر بير سكند سكوير. طيب انت كده يا حلو جبت مين؟ جبت الاكسلريشن. طب ما انت كنت كاتب لها رول من شويه، كنت كاتب رول الاكسلريشن بالشكل ده من شويه. هتقول لي يا مستر يلا شيل الاكسلريشن حط 0.2، شيل الجي انا شغال متر يبقى 9.8، لو شغال سنتيمتر كنت احط 980. ابدا يا مستر اعمل كروس مالتيبليكيشن عشان اقدر اجيب ريشيو بين ام1 وام2. طيب بص يا باشا، هتمشي ام1 بلس ام2 بالمالتيبلاي فبقت 0.2 ام1 plus 0.2 m2 equal وزع 9.8 m1 minus 9.8 m2. هنجمع m1 في ناحيه والm2 في ناحيه. وصلت معانا يا جماعه؟ لما جمعنا بالشكل ده وعملنا سمبليفاي واصله ان 24 m1 equal 25 m2. طب ما ترجعش يا جميل بايدك فاضيه، يبقى m1 ريشيو m2، خد ال 25 معاك وانت راجع،
تبقى 25 ريشيو 24، يعني اول اجابه عندي هي الصح اجابه A. يبقى يا جماعه على مهلنا كده وبنروح. المستر قال ايه تاني؟ المستر اول حاجه عملها جاب كتب قانون الاكسلريشن، هو متعود على كده. بعدين قمت قايل ما دام مديني تايم ومديني الديستانس اللي اتحركها الاثنين، عملت ديفايدد 2 جبت اللي اتحركها الواحد لوحده طلعت 10، خليتها متر ودي 9.8، اشتغلت جبت الاكسلريشن، عوضت هنا عملت كروس مالتيبليكيشن، انا انجزتها بس عشان المكان يا جماعه كان دي 0.2 اوفر 1 مثلا. عملنا كروس مالتيبلاي ده تايم دول وال 9.8 تايم دول، طلع في الاخر المنظر الجميل ده بعد السمبليفاي. ما ترجعش بايدك فاضيه كده، جبت الريشيو بين ام 1 وام 2. كويستشن 4 جاي بيقول لنا A body of mass 20 kilogram is suspended in a hook of a spring balance fixed in a balloon. بالون يا جماعه علقنا فيها كده الهوك في spring balance، متعلق فيه body 20 kilogram. Then the apparent weight of the body equal نقط kilogram dot weight if the balloon is descending with a uniform deceleration equals 4.9 meter per second square. طيب هو بيسأل يا جماعة عن الـ apparent weight، وفي عندي hook spring balance متعلق فيه 20، يبقى الـ apparent weight هو التنشن. ما احنا قلنا الـ apparent weight ده مين؟ ده تنشن يا مستر، normal reaction، كل ده بيتقال عليه الـ apparent weight. يبقى هو كده كأنه يا شباب بيسألني عن مين من الآخر كده؟ كأنه بيسألني عن التنشن. طيب انت عندك البادي الويت بتاعه لتحت، هو اداني ان الماس 20 يبقى هنا 20 جي، وانت التنشن لفوق، وقال ان البالون ده ديسندنج. فانت عشان تجيب التنشن لازم نقول ايه بقى؟ موشن ماينس انتي موشن ايكوال ام اي. هتقوم انت جاي قايل لي 20 جي، يلا نكتب كده مع بعض، موشن اللي هي 20 جي ماينس انتي موشن اللي هو التي اللي انا عايزها ايكوال ام اي اللي هي 20 في الاكسلريشن اللي هو مديها لي. هو مداني ديسلريشن 4.9، يبقى نيجاتيف 4.9. المساله دي سهله وصغيره ما فيهاش مشكله. احسب بقى ايكويشن، هات التي هنا بالبوزيتيف واحسب ده وهاته هنا بعكس الاشاره، يطلع في الاخر ان التنشن بيساوي 294. انا كده لغايه دلوقتي شغال بالايه يا جميل منك ليه؟ انا شغال كده نيوتن. خلي بالك كل الشغل اللي انا اشتغلته ده نيوتن. هو عايزها كيلو جرام دوت ويت. يبقى هنعمل طبعا ديفايدد 9.8 تطلع الانسر 30 كيلو جرام دوت ويت. يبقى انا يا جماعه اشتغلتها باليونتس العاديه بتاعتي، طبعا اللي بيطلع كفورس بتطلع نيوتن عشان طلع معايا بقى بالمتر بير سكند سكوير والكلام اللي انت فاهمه ده. فاللي طلع معايا نيوتن، نيوتن ديفايدد 9.8 عشان هو عايزها كيلو جرام دوت. طب كويستشن 5، ا ماشين داز ورك ان ا ريجولار ريت اوف ماجنيتيود 18000 كيلو جرام دوت ويت بير مينيت، ذن ذا باور اوف ذا ماشين ان هورس ايكوال نقط. طب يا اساتذه اولا كده الريت اوف دينج ورك يعتبر كونستنت، فالباور لسه قايلين اهو من شويه الباور ايكوال الورك على التايم، صح يا باشوات؟ ماشي. الورك 18000، فواحد بيقول لي يا مستر خلي بالك ده بير مينيت، يبقى المفروض بير انا عايز احول من مينيت لسكند، احنا ما بنشتغلش بالمينيت، فالمفروض اضرب في 60، بس دي بير يعني تحت، يبقى تحت هنا في 60. طب اللي انا هطلعه ده خلي بالك انا عايز بالهورس. طب اللي انت جايبه ده بالكيلو جرام دوت ويت، قلناها من شويه عشان تحول لهورس بتعمل ديفايد 75، فكتبت تحت 75، فبقت 18000 على 75 تايم 60 طلعت الانسر 4 هورس. يبقى يا جماعه ما دام الريت اوف دوينج ورك از كونستانت، يبقى يا باشا الباور هو ورك على تايم، بس لازم اهم حاجه في الداينامكس اظبط اليونتس بتاعتك. كويستشن 6،
جاي بيقول لنا ايه يا جماعه؟ تعالى كده بالراحه ونرسمه برضه. If a force of magnitude 19.7 newton acted on a body of mass 2.5 kilogram placed on a smooth plane inclined to the horizontal with angle theta. بسم الله اقوم راسم. ادي انجل ثيتا، ادي البادي اللي محطوط هنا اهو. هو بيقول ان البادي ده الثيتا ساين ثيتا 3 على 5، ساين ثيتا 3 على 5. طبعا اقدر ارسم لها رايت انجل ذا ترينجل، ادي الثيتا، الساين اوبوزيت، ادي 3 هايبوتنس 5 ادجيسنت 4. يبقى لو انا احتجت كوساين الثيتا ادجيسنت على هايبوتنس 4 على 5. ماشي. هو اداني ايه؟ اداني ان الماس بتاعته 2.5، ماشي، وده سموث يبقى مفيش فريكشن. In direction of line of greatest slope upwards، عندي فورس بتأثر فيها هنا. الفورس دي ماجنتيود 19.7 نيوتن. 19.7 نيوتن. طيب يا مستر، ركز كده في اللي هنقوله مع بعض عشان ما انتهش. Then the magnitude of the acceleration of motion equal نقط. طيب بص يا جميل، انت هنا بيبقى عندك طبعا نظبط مسالتنا، الويت بيقوم جاي هنا W كوساين ثيتا، جاي هنا W ساين ثيتا. اطلع طبعا فوق بالنورمال رياكشن بتاعنا. هنا الفورس بتاعتي 19.7 اكتد على البادي اللي الماس بتاعه 2.5 في اتجاه greatest slope upward، فيبقى المفروض حضرتك تقول لي ايه؟ تقول لي موشن ماينس انتي موشن ايكوال ام اي، ودي طبعا يا اساتذه سموث مفيش ريزيستنس، فبقت موشن اللي هي الاف اللي فوق ده ماينس انتي موشن اللي هو دبليو ساين ثيتا ايكوال ام اي. يلا بقى نعوض. الاف عندي 19.7، خلي بالك من اليونتس، ها كده ده نيوتن، ماينس دبليو ساين ثيتا. ال W هو قال ان الماس 2.5 كيلو جرام، يبقى تتضرب يا جميل في 9.8 تايم ساين ثيتا ب 3 على 5. كل ده ايكوال ام اي، ما هو الويت طبعا ام جي، الماس اللي هو 2.5 ايه. خلصت المساله، مساله طبيعيه ودايركت جدا. احسب يا جميل ايكويشن، طلع الاكسلريشن 2 اكيد متر بير سكند سكويرد عشان اليونت اللي احنا مظبطينها دي. نشوف كمان اللي بعده. question number 7. بص يا كابتن، برضو نعمل ثواني كده يا جماعه زوم. question 7 جاي بيقول لنا in the opposite figure the value of f1 plus f2 in newton. طب اللي تخلي ايه يا مستر؟ which makes the body moves with the uniform velocity. طب يا باشا، ما انت عارف من غير بقى حوارات كتير، انت عارف ان يونيفورم فيلوستي اب ايكوال داون رايت ايكوال، فكده اف 1 ايكوال داون 30 بلس 50 يعني ب 80، رايت ايكوال ليفت يعني اف 2 بلس 90 ايكوال 150، ماشي ال 90 بالماينس تطلع الاف 2 ب 60، يبقى اف 1 بلس اف 2 80 بلس 60 ايكوالز يا جميل 140. سؤال عادي. السؤال اللي بعده، يبقى يا جماعه كلمه يونيفورم فيلوستي ماكسيمم فيلوستي يبقى up equal down right equal left اللي هي f equal r وهكذا. A body of mass 4 kilogram is projected with velocity 7.2 meter per second in the direction of the line of the greatest slope of a plane inclined at the horizon with an angle 30 upwards. يعني عندي plane مايل بانجل 30، رميت body، خلي بالك ها، رمى body اتجاهه لفوق، يعني رمى البادي بتاعنا لفوق كده. البادي ده الويت بتاعه الماس بتاعته 4 واتحذف بسرعه 7.2. If the resistance of motion equals 2 newton then the distance that the body ascends on the plane till it becomes at rest equal نقط. جميله جدا يا اساتذه. طب يلا على مهلك انا وانت بالراحه كده. هو هنا اولا البادي ده مش ماشي بفورس، صح؟ فما فيش فورس، هو اتحذف، فكده ناحيه الموشن زيرو. فانا وانت ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول القانون السحري تي ماينس تي نود ايكوال ورك دان. طب تعالى كده نجرب، تي
minus T node equal work done. ادي T minus T node. ركز بقى. ايه هنا الورك دان؟ هنا في ريزيستنس وفي اللي هو كومبوننت الويت الام جي ساين ثيتا بس عكس اتجاه الحركه، فيبقى نيجاتيف ار نيجاتيف ام جي ساين ثيتا دوت اس. شبابنا تي ماينس تي نود ايكوال ورك دان اللي هي اف دوت اس. مين هنا الاف؟ نيجاتيف ار، في هنا ريزيستنس وفي هنا ام جي ساين ثيتا، احنا عارفين نيجاتيف ار ماينس ام جي ساين ثيتا دوت اس. طب يلا كده انا وانت على مهلنا بالراحه. البادي ده قال لك تل ات كمز تو ريست، يبقى ساعتها الفيلوسيتي بزيرو، يبقى تي بزيرو، كاينتك في هنا في الاخر بزيرو، ماينس تي نود يعني هاف ام في نود سكوير، الام في بفور. طب الفي نود قال لك اتحذف ب 7.2 سكوير، كده انا جبت تي ماينس تي نود. كل ده ايكوال يا جميل، العك بقى ده كله نيجاتيف. هو قال لك الريزيستنس ب 2 يبقى نيجاتيف 2. خلي بالك عشان سؤال جميل قوي بنحله بالطريقه الحلوه بتاعت تي ماينس تي نود ايكوال ورك دان سحريه. نيجاتيف 2 ماينس، هحاول اصغر خطي، ام جي ساين ثيتا 4 طبعا في 9.8 بتشغل بالمتر، في ساين ثيتا ساين 30 بهاف، كل ده مضروب في الاس. خلاص ايكويجن ما فيهاش غير فاريبل واحد اللي هو الاس، احسب ده واحسب البراكت ومشي الناحيه الثانيه بالديفايد، طلع يا باشا الاس ايكوال 4.8 متر. دي المسافه اللي البادي ده اتحركها تل ات بيكمز ات ريست، تي ماينس تي نود ايكوال ورك ده. خلي بالك علشان مهم وعايزك تتعود على الطريقه دي جدا جدا. طيب يا مستر الكويستشن اللي بعد، كويستشن 9، A body of mass 10 kilogram is placed at a height 30 meter above the ground surface. If the body fell vertically down till its kinetic energy became at a position 200 kilogram dot weight dot meter, then the height of the body at this position from ground surface equal نقط. طب يا اساتذه الراجل واضح انه بيتكلم معايا على ايه؟ potential وكاينتيك وبتاع، ومن نقطه معينه لنقطه ثانيه ارتفاع ثاني. هقول له يا باشا law of conservation of energy p plus t at any instant equal p node plus t node. طب تعالى كده انا وانت بالراحه، P plus T equal P node plus T node. تعالى نحسب واحدة واحدة. مين ال P اللي هو ال potential energy بتاعك؟ الراجل قال لك إن ال body الماس بتاعته 10 placed at height 30 ماشي above the ground surface. طب انت المفروض قانون ال P بيقول لك MGH، ثواني كده، قانون ال potential عندك MGH. If the body fell vertically down till its kinetic energy became at a position 200 kilogram at a position 200 kilogram dot weight dot meter، يعني اداك الكينيتيك انرجي في position معين 200 kilogram dot weight dot meter، عايز ال height of the body at this position from ground surface. طيب بص يا باشا، انا ممكن اقول لك ادي ال P plus الكينيتيك اللي هو مديها لك اللي هي 200 equal البي نود في البدايه ام جي اتش، يبقى 10 في 9.8 في 30، 10 في 9.8 في 30 بلس التي نود عند حضرتك اكيد يا مستر زيرو. هو قال لك ان البادي في الاول كان في مكانه وبعدين وقع، يبقى هو فوق ما كانش فيه فيلوستي، يبقى زيرو. انا من هنا اقدر احسب البي، احسب انت بقى الكلام ده، هتطلع عندك البوتنشال بتاعتك، هيطلع عندك باجابه رقم، الرقم ده المفروض اساويه بمين؟ بالام جي اتش. الام عندي بال 10، الجي 9.8، الاتش انا محتاجها، كل ده ايكوال، ثواني يا جماعه،
كل ده ايكوال الرقم اللي هيكون طالع لحضرتك من البوتنشال انرجي. يعني انت المفروض هتبقى عارف الرقم ده. تقريبا الرقم ده كان طالع 980، فانت احسب بقى الكلام ده ومشيها بالديفايد، يطلع لك الاتش 90، يطلع لك الاتش 10 مترز. يعني ايه يا مستر الاتش 10 مترز؟ ده معناه ان البادي ده في الكيس الثانيه كان على ارتفاع 10 meters from the ground surface. يبقى احنا يا جماعه اشتغلنا law of conservation of energy. هنقف كده يا جماعه الريكورد ده عند question 9، هنقفل ونبدا ريكورد تاني نكمل بقى بقيه الامتحان ان شاء الله. سلام عليكم.